أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس أول وآخر حصة تدريبية له بملعب مالمو بسويد وسط أجواء جد باردة. الحصة التي انطلقت في حدود الساعة 7 مساء ودامت لساعة ركز فيها الناخب الوطني على الجانب التكتيكي. وعرفت الحصة قبل بدايتها تواجد العشرات من مشجعي الخضر من الجالية الجزائرية هناك، أين قدموا دعمهم لأشبال بالماضي قبل مواجهة اليوم أمام السويد.